عودة إلى تونس، كنا تحدثنا عن تنظيم النقابة الوطنية للصحفيين وقفة لتدعم الشعب الفلسطيني ولرفض التضليل والتعتيم الإعلامي. تنضم إلينا من هناك مراسلة القاهرة الإخبارية نسرين رمضاني. مرحبا بك نسرين. الإعلام كان له، أو التعاطي الإعلامي مع ما حدث في إسرائيل في 7 أكتوبر، كان له دور كبير في ترتيب وتنسيق ردود الفعل الغربية، خاصة فيما تعلق ببعض المعلومات المغلوطة الزائفة التي انتشرت غربيا وأدت إلى يعني بلورة صورة ربما غير صحيحة لما حدث. ماذا في تفاصيل رؤية النقابة الوطنية للصحفيين في تونس لما حدث، خاصة أن الصحفيين أيضا كانوا من ضمن أبرز الضحايا كشهداء وكمصابين في التصعيد على غزة؟ تحياتي. نعم مدينة، بالفعل التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن إسرائيل وبشأن ما يجري في الأراضي المحتلة كان له أثر كبير، وجلب هذا التعاطف نوعا ما الغربي مع إسرائيل. وبالتالي اليوم هذه الوقفة التي جرت منذ قليل هنا في هذا المكان أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وهي وقفة طبعا دعت إليها نقابة الصحفيين التونسيين، جرت منذ قليل وشارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني وجوه سياسية، وأيضا كان حاضرا سفير فلسطين في تونس هنا في هذه الوقفة. هذه الوقفة جاءت تحديدا، طبعا هي وقفة من جملة ما يجري من تعاطف تونسي وإسناد وتضامن تونسي مع الشعب الفلسطيني في هذه الفترة، ولكن أيضا تحديدا هذه الوقفة تأتي للتنديد بهذا التضليل الإعلامي فيما يتعلق بتناول الأوضاع في فلسطين، وخاصة فيما يتعلق بالاعتداءات، اعتداءات الآلة الإسرائيلية الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني. هذه الوقفة تأتي لتقول إن التضليل الإعلامي طبعا مرفوض، ويجب أن ننقل الصورة كما هي، ما يحدث من جرائم إسرائيلية على الشعب وخاصة على المدنيين. هنا في تونس هناك هذه الفترة تجري تقريبا يوميا، هناك تفاعلات، تظاهرات دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية ضده. هنا في هذا الشارع وفي الجانب من الشارع مقابل مقر نقابة الصحفيين، هناك مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، وهو المقر الذي تقع فيه أيضا اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية. هناك أعلام تونس وفلسطين هنا موجودة في الشارع، وهناك أغاني دعما، أغاني وطنية طبعا وأغاني فلسطينية دعما للشعب الفلسطيني، وهناك لافتة كبيرة مكتوب عليها القدس عاصمة فلسطين، تأكيدا على الدعم، دعم تونس الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وفي دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس. شكرا جزيلا لك نسرين رمضاني، مراسلتنا في تونس.